وسط تهديدات الصين المتزايدة، نشرت تايوان النسخة الأكثر تقدماً من مقاتلة F-16V ضمن أسطول سلاحها الجوي، حيث تسعى تايوان إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات المستمرة من بكين التي تعتبر تايبي جزءاً من أراضيها. رئيسة تايوان تاي إنغوان أصدرت أوامر بدخول 64 مقاتلة من طراز F-16V تم تحديثها مؤخراً في الخدمة في قاعدة جوية في تشياي. طائرتنا المطورة F-16V قادرة على الاختفاء والاستطلاع عن بعد إلى جانب القدرات القتالية البعيدة عن الأنظار، وقد تم تحسين أدائها بشكل كبير، ويمكنها التكيف بشكل أفضل مع نوع القتال الحديث. الرئيسة التايوانية أضافت إن مشروع تحديث الطائرات القتالية الأخير بين تايوان والولايات المتحدة يظهر قوة التعاون بين البلدين في مجال الصناعة الدفاعية. هذا هو التعاون في الصناعات الدفاعية بين تايوان والولايات المتحدة، إنه يعزز صداقتنا بشكل أكبر، وهذا يمثل الوعد الثابت للشراكة التايوانية الأمريكية، وأنا على ثقة بالتمسك بالقيم الديمقراطية. سيكون هناك بالتأكيد المزيد من الدول مع نفس القيم التي ستقف معنا في هذه الجبهة. وكانت الصين قد صعدت من تهديدها في الفترة الأخيرة عبر إرسال طائرات مقاتلة إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية جنوب غرب الجزيرة، إلى جانب مهام بعيدة المدى في غرب المحيط الهادئ. وزادت الصين من نبرتها أيضاً، حيث قال الرئيس الصيني تشي جين بينغ لنظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمة عبر تقنية الواقع الافتراضي هذا الأسبوع إن تحدي مطالبة الصين بالجزيرة يرقى إلى اللعب بالنار.